معي عاد إلي من جديد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أستاذ سامي المشد. أستاذ سامي أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم، تحياتي لحضرتك والجمهور الكريم. أهلا بحضرتك. تقييم حضرتك إيه دلوقتي للي حصل من وقعة وفاة 10 أشخاص الآن في مستشفى ديار بنجم نظرا لتعطل هذه الأجهزة؟ والله حضرتك اللي حصل ده فيه مشكلة كبيرة، ولازم ننتظر لانتهاء التحقيقات اللي بتقوم بيها وزارة الصحة للوقوف على حقيقة الأمر، لأن ده يا إما خطأ مهني يا إما إهمال جسيم. في مشكلة كبيرة أدت إن هو طبعاً إحنا نعرض حياة الناس للخطر في الاستهتار دوت، لازم يكشف إيه اللي حصل ويتم محاسبة المسؤول عن كده، إن دي أرواح ناس يعني. طيب ما بس فيما يتعلق ب يعني المسؤولين هيتحاسبوا فعلاً، وأنا عندي هنا حتى خبر عاجل بيقول إنه تم إحالة مدير مستشفى ديار بنجم المركزي ورئيس قسم الكلى للنيابة العامة، بس أنا بتكلم هنا مع عضو لجنة الصحة في البرلمان يا فندم، والمفروض في حاجة في الدول اسمها الطب الوقائي اللي بتمنع حدوث مثل هذه الكوارث، إزاي ما يتمش الاستعداد لمثل هذه الأمور، خاصة إن شهادات الأهالي بتقول إن أجهزة الغسيل وحدات الغسيل الكلى بتعاني من إهمال شديد؟ لا هو مش كل الوحدات الغسيل الكلوي بتعاني من إهمال شديد، ده خطأ مهني وإهمال ممكن يكون يحدث في أي مكان في العالم يعني. فحضرتك النهارده حضرتك بتتكلم على الطب الوقائي، وده مسؤولية رئيس قسم الكلى ويتابعه من المستشفى. وهو احنا عاملين رئيس قسم كده ليه؟ عشان يتابع الأمور دي كلها وفي مسؤولين تحت منه. طيب هو لو الأمور ماشية في النطاق الصحيح ما كانش حصل الأخطاء ديت. عشان كده حضرتك عشان كده بنقول ان ارواح الناس مش لعبه، المفروض كل واحد يقوم بدوره. ايوه يعني انت حضرتك دلوقتي يعني المفروض كل واحد يتكلم عمله بما يرضي الله. طيب احنا دلوقتي بنتكلم في البرلمان في لجنه الصحه في البرلمان الان، ماذا انتم فاعلون ازاء هذه الارواح التي ازهقت؟ هل هيتم الاكتفاء باقاله رئيس المستشفى؟ لا طبعا هيبقى محاسبه المسؤولين في وزاره الصحه عن الكلام ده كله ومتابعه الكلام ده كله وازاي ده يحصل. ان اروح الناس مش تعبر حضرتك انت بتتكلم ازاي يعني؟ لا في اجراءات بتتبع وفي مسؤوليه طبيه موجود عنها مسؤول عنها ناس، احنا ضمن ان احنا نحاسب الراقب الحاجات دي كلها. في الان ان شاء الله احنا هيتم استدعاء وزاره الصحه ويتم محاسبتها على كده. طيب على ان هي المسؤول الاول يعني الان في مطالبات باقاله وزيره الصحه الدكتورة هالة زايد نظرا للإهمال الجسيم وضخامة حجم هذه الكارثة. بداية هل سيتم استدعاء الدكتورة هالة للاستجواب في البرلمان أم لا؟ هل اتخذتم قرار بهذا أم لا؟ لا حضرتك الطبيعي لازم يتم استدعاء الوزيرة ويتم توضيح الأمور ويتم محاسبتها على اللي حصل ده. انت حضرتك بتقول المطالبه باستقاله، المطالبه باستقاله طبعا الحكومه في حاله ممكن يتم خلطها بخطا زي ده لو ثبت ان في خطا وفي عدم مسؤوليه. طيب احنا عندنا احنا يبدو ان في مشاكل كتير بتتكرر في ليس فقط في الشرقيه، هناك حاله عامه من الاهمال وتردي مستوى الخدمات الطبيه دكتور سامي. كيف تتعاملون ايضا مع هذا الوضع؟ هذا وضع ربما لا وعداك لا وعداك ما ينفعش عداك ان احنا نعمم. بقى في خدمه صحيه بتقدم في اماكن كتير على مستوى عالي وجيد، فكون ان يحصل حادثه او يحصل خطا يتم محاسبه المسؤول عن كده، وده دور وزاره الصحه انها تتابع واحنا معاها نراقبها ونحاسبها. لكن انا ما اقولش ان لا في اماكن بيتم فيها تقديم خدمه صحيه، مش عايزين نعمم عشان لا مش بنعمم، بس انا عندي يعني انا خليني طيب في الحادثه اللي احنا فيها. الحادثه وقعت في مستشفى ديار بنجم المركزي نتج عنها وفاه 3 اشخاص، تم نقل المتضررين اللي هم كانوا حوالي 12 شخص تقريبا توفي منهم 7 في مستشفى الزقازيق، اليس هذا دليلا على انه مستوى الخدمه الطبي متدهور في معظم المستشفيات؟ يعني دول ما تلقوش ليه الخدمه لو تلقوا الخدمه في الوقت المناسب؟ لا انت حضرتك بتتكلم ان اللي حصل ده حصل في مستشفى واحده حضرتك. لا احنا بنتكلم في حاجه حصلت في مستشفى واحده ما بندافعش عن حد. لا هي وقعت انا قدام مستشفى ديار بنجم ومستشفى الزقازيق. سليم؟ مستشفى ايه؟ يعني انا عندي الواقعه حصلت اصلا في مستشفى ديار بنجم، تمام؟ تسمعني دكتور سامي؟ الواقعة وقعت في مستشفى ديار بنجم، توفي 3، تم نقل الآخرين المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي أو المركزي، توفي 7 هناك. يعني إذن حتى المستشفى البديل
فشل في انقاذ 7 طوارئ. حضرتك لا احنا في الحاله دي حضرتك انا مش عايز نلم المسؤوليه عن المستشفى البديل دي لما نشوف ان الاجراءات مش مسؤوليه. احنا بنحاول نبحث مع ممكن الحالات تكون رايحه للمستشفى اصلا في حاله سيئه. يعني حضرتك طبيعه الحالات نفسها وهي طبيعه للمستشفى الجامعي لازم يتم التوضيح عنها ويتم الكشف عنها. طيب ما النهارده ما نقولش ان هم ماتوا بسبب طيب في المستشفى الجامعي. طيب كان معانا يشوف حالتهم ويبعتهم ايه الاول. يمكن هو المشكله اللي حدثت في مكان الغسيل هي اللي عملت مشكله كبيره ادت الى الوفاه. طيب انا عندي كمان اشكاليه في منظومه اخرى متعلقه بما بعد وفاه هؤلاء. كان معنا منذ قليل عدد من الأهالي مقطع مصور لهم وهم يتحدثون عن أنه في مشكلة في إنهاء تصريح الدفن. بعض الأهالي زي الحاج سلام محمد إبراهيم من كفر الحاج حسن تم حالات ما تقوليش حالات فردية بقى، احنا بنتكلم على الواقع اللي قدامنا. لا حضرتك وحالات زي كده بيبقى إجراءات طبيعية لازم تتم عشان حفاظا على حقوق المتوفي. يعني زي ايه مثلا الدفن بيتم بالتصريح من النيابه العامه. زي ايه مثلا؟ يعني حضرتك قول لي ايه هي الاجراءات. يعني حضرتك الاجراءات بتتم في حضرتك النيابه العامه بيتم ند طب شرعي للوقوف على سبب الوفاه وبعد كده بيتم التصريح بالدفن. طيب مش وفاه عاديه عشان يتم دفنها على طول يعني. طيب وده بس حفاظا على حقوق المتوفي. كويس. يعني جثة حصلت على تصريح الدفن زي جثة الحاج سلام محمد إبراهيم كفر الحاج حسن، الشرطة دخلت وأخذت عنوة جثمان المتوفى إلى جهة غير معلومة ودون إبداء أسباب. هل يمكن أن نقف حتى على تفسير لهذا الأمر؟ هل عند حضرتك تفسير؟ لا حضرتك لازم الأول نتأكد، لازم نتأكد الأول حضرتك، لازم نتأكد من المعلومات ديت ولازم الوقوف على الحقائق. لأن النهارده يعني إيه جثة تتم تتاخد عنوة؟ طب هي كانت اتدفنت إزاي؟ هو اتدفنت بدون تصريح؟ طيب خليني أسأل حضرتك سؤال متعلق. النهارده في مسؤولية هنا على القائمين على المستشفى على الجثة. طيب فيما يتعلق الآن بطبيعة أوضاع يعني مستوى التعامل مع هذه الكارثة، نحن الآن أمام كارثة حقيقية ربما تطيح ليس فقط بوزير وإنما تطيح طبعاً إحنا دلوقتي أمام كارثة حقيقية حضرتك، لكن في تحقيقات بتتم ولازم الانتظار عشان الوقوف على حقيقة الأمر. مش عايزين نستعجل الأحداث ونقعد نقول نوجه اتهامات أو نقول حاجات، لازم التحقيقات هي تكشف عن الموضوع. طيب على ولازم يبان سبب الوفاه. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور سامي المشد عضو لجنه الصحه بالبرلمان الحالي، شكرا جزيلا لك.